مرحبا بكم بإدارة نظام التعليم لمدرسة النجاح العالمية بالرياض. عزيزي الطالب، نقدم إليك فيديو مختصرا عن الويب سايت الخاص بالمدرسة والذي يهدف لمساعدتك للحصول على المزيد من الوسائل المتاحة للتعلم الجيد وكيفية استخدام هذا الموقع بطريقة فعالة ومثمرة، وسوف نوضح كل مهام على حدة. أولا، يجب أن يكون لديك اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة يمكنك الحصول عليهما من مكتب إدارة المدرسة خلال ساعات العمل. بمجرد الدخول بنجاح للموقع ستظهر إليك هذه الشاشة، وفي الجانب الأيسر يظهر بعض المهام مثل جدول الحصص، الخطة الأسبوعية، الدروس، إعلانات، اختبارات، وملف الشخصي وتاريخ الدخول. عند الضغط على جدول الحصص سيظهر جدول الدروس والحصص وفقا لأيام الأسبوع واسم معلم المادة، وذلك لمساعدتك لتحضير الدروس قبل الحضور للمدرسة أو قبل الدخول للموقع. ثم بعد ذلك الخطة الأسبوعية، وهذا هام جدا للطالب لمعرفة الخطة الأسبوعية كاملة وفقا للدروس التي تم وضعها من جانب معلم المادة، وما هو موضوع الدرس، وهل هناك أي اختبار أسبوعي، وكذلك معرفة الواجبات اليومية. ثم بعد ذلك عزيزي الطالب، هناك LMS حيث تجد الدروس التي تم إرسالها إليك يوميا من جانب معلم المادة. وفي حالة حضورك للمدرسة أو متابعة الدروس أونلاين، عزيزي الطالب فلا داعي للقلق مطلقا، فالموقع يتيح لك متابعة الدروس ومراجعتها من خلال LMS، ويمكنك التواصل مع معلم المادة عند وجود أي استفسار. وهنا تجد كلمة announcement أو إعلان، ويوجد اختيارين، إعلانات يومية أو إعلانات ماضية، وهذا عند إعلان معلم المادة عن أي اختبار أو أي أنشطة ستجد هنا كل المعلومات الخاصة بذلك. بعد ذلك عزيزي الطالب، تجد تطبيق مهم جدا وهو تاسك، ويوجد نوعين، بيندينج تاسك وباست تاسك. عند الضغط على بيندينج تاسك سيظهر الاختبار الذي تم إرساله إليك من جانب معلم المادة، وعند الضغط على كلمة باست تاسك يوضح لك الاختبارات الماضية وكيف كان أداؤك خلالها. عزيزي الطالب، يتيح لك أيضا موقع المدرسة تطبيق آخر وهو خاص بالملف الشخصي لديك، ويشمل على بياناتك الشخصية مثل تاريخ الالتحاق، رقم الإقامة، ورقم ID الخاص بك. وعند وجود أي معلومات خاطئة أو تريد تحديث بعض البيانات يمكنك التواصل مع مكتب إدارة المدرسة. وأيضا يوجد لدينا هنا قسم يوضح تواريخ دخولك للموقع وكم عدد المرات التي فتحت الموقع فيها. وأخيرا عزيزي الطالب،
نتمنى أن يساعدك جيدا هذا الفيديو في استخدام الويب سايت الخاص بالمدرسة. مع أطيب الشكر.